العويسي. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. نتواصل من هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير بانطلاقة أول أيامه وانطلاقة سن الحقائق لنبدأ هنا في الفترة المسائية، وبانطلاقة أشواط الرموز والسيارات التي تستمد من هذه اللحظة حتى آخر أيام هذا المهرجان. على البركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام متابعي سيدة القنوات الرياضية، نسير مع رابع أشواطنا ومباشرة مع المركز الأول توليع السيد راشد بن جعفر بن مرخان من يأتي في الصدارة في المركز الأول، بينما دخول من الشعار الاقتصادي بدأ يتسلل من الجانب الآخر ليأتي من عمق الميدان منافسا من أجل الفوز والانتصار. دانات وصلت هناك، فري بن علي بن حمودة الظاهري ليقدم واحدة من داناته الرائعة والجميلة، وانتقاء السلالات العربية الأصيلة متواصلا باحثا عن ناموسه هذا الشوط. أغلى نواميس المهرجانات المتواصلة في عاصمة الميادين، انتقل بحضراتكم إلى المركز الثالث. الوصول في هذه اللحظات جبارة راشد بسعيد بن أحمد الرميثي، وصل الرميثي في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع المتدخلة في هذه اللحظات والقادمة هملولة محمد بن زايد بن محمد المنصوري، وصل في هذه اللحظات الدخول من الجانب الآخر. على المركز الخامس الله 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 الله، هناك جمايل جمايل وتجمل يا جمايل، هناك سهيل بن مسعود بن غصن العامري بدأ ينطلق مع جمايل، ولكن الدخول التسلل على المركز السادس. وصلت في هذه اللحظات ندى سالم بن كرامة بن عيضه العامري، انتقل من مركز الى اخر. قائد الهجانة وصل، الشاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي رئيس الهجانة بدأ يتسلل، ولكن ايضا الرميثي الاخر المتسلل من عمق الميدان والباحث عن الفوز والانتصار ليقدم ملوح احمد بن سعيد بن سيف المشغوني. وصل، وصلوا اهالي سويحان ليقدموا ايضا الاداء الرائع والجميل. شوفوا من الواصلة القادمة، دلما راشد بن سلطان بن سيف المنصر، ولكن الله هناك القدوم، هناك الأداء، وديان حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء المتقدمة، ما زالت توليع توليع مولعة بهذا الشوط. راشد بن جعفر بن مرخان هو من يقود توليع على صدارة على المركز الأول، بدأ يتخطى هنا ويدخل الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير لتأتي توليع على صدارة على المركز الأول. راشد بن جعفر بن مرخان المركز الثاني، وصلت هملولة، هملولة محمد بن زايد بن محمد المنصوري، ولكن الدخول الله الله الله، من القادمة هناك، من المنطلقة الشاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي وصل، ولكن هنا وديان، وديان وصلت هناك لياتي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وهناك شعار من حاف الله 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 الله. حمه وصلت، حمه وصلت في هذه اللحظات، سالم بن الضعيف بن غدير الاكتبي، الله التغيير الذي جرى وترى. هملوله هملوله اذا غيرت الصداره، شوفوا من القادمه، يا سلام الله الله الله. هناك ايضا سفانه، سفانه وصلت، محمد بن مطر بن دحرو وصل بن دحروي لينتزع المركز الأول، ولكن هناك وديان، وديان القادمة وهملول المنطلقة محمد بن زايد بن محمد المنصوري بدأ يغير هناك من مركز الآخر، وهنا الدخول أيضا من زعفرانة عيسى بن سعيد بن عيسى الخجيلي، ولكن هملولة، هملولة على صدارة، هملولة على المركز الأول. محمد بن زايد بن محمد المنصوري، المنصوري بدأ ينطلق مع المركز الأول ليبحث عن سيارة هذا الشوط، عن ناموس هذا الشوط. تهاني والناموس لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول الى خط النهاية معلنا هذا الفوز والانتصار، ما شاء الله تبارك الله. هناك المركز الثاني، وصلت زعفرانة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي. المركز الثالث كان دخول من ايضا سفانة محمد بن مطر بن دحروي العامري، والمركز الرابع وصول رائع وجميل من فتون سعيد بن سالم بن احمد الدري الفلاحي، والمركز الخامس هناك وصلت اللي هي
حمه لسيد سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي. هكذا كانت روايتي هذا الشوط، هكذا كان التنافس حتى الرمق الاخير لتعلن هملوله بانها بطله لهذا الشوط من خلال المشاركه. 51 اسم كان مشارك، ويعلن محمد بن زايد بن محمد المنصوري هذا الفوز والانتصار. الهواري ياتي بالتوقيت من خلال تواجد هملوله، لحظات الوصول، التوقيتات الزمنيه الرائعه، والحدث الابرز من نوعه هنا في عاصمه ميادين السباقات، لتاتي هملوله قاطعه مسافه الاربع كيلومترات في 5 دقائق 54 ثانيه وجزءا واحدا من الثانيه. تهانينا والناموس لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري المركز الثاني. هناك وصلت ايضا باداء رائع وجميل، وقدمت بما فيه الكفايه والله يقول الحق 5 دقائق 54 ثانيه، 7 اجزاء من الثانيه، اللي هي زعفرانه عيسى بن سعيد بن عيسى الاخ يلي مشهور يا ابو سلطان. المركز الثالث 5 دقائق 54 ثانيه و8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. ايضا هناك شعار بن دحروي من تواصل مع ايضا سفانه محمد بن مطر بن دحروي العامري. تهانينا والناموس لكل الفريق.